تراس سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس اداره هيئه تنظيم سوق العمل الاجتماع السابع لدور الانعقاد الرابع لمجلس اداره هيئه تنظيم سوق العمل. وزير العمل اكد خلال الاجتماع اهميه مواصله الجهود المبذوله نحو تطوير الاليات والاجراءات التي تسهم في تعزيز بيئه سوق العمل وفق منظومه تحفظ حقوق جميع الاطراف وتضمن استقراره وتنافسيته. وتستجيب لمتطلبات السوق المتغيره بما يحفظ لمملكه البحرين ريادتها وجاذبيتها للاستثمار ورؤوس الاموال واشاد حميدان بنتائج تكثيف الزيارات والحملات التفتيشيه التي تنفذها هيئه تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه بهدف تشديد التعامل مع المخالفين بما يحقق الاهداف الحكوميه للتصدي للعماله غير النظاميه بالتوازي مع تنفيذ حملات توعويه للعمال بشان القوانين والانظمه المعمول بها في مملكه البحرين